أكثر أمور بوجهها أنه الأحباط اللي بيوصل عند المواطن أنه هل نقدر نغير اليوم، وفي أحباط طبيعي بالانتخابات لأنه أسهل شيء واحد يخبرك أنه صار في قصة محايدل. خليني بس حط لك صورة بالأول بين اللي كان قبل واللي كان موجود، وهالأحباط مبرر لأنه قبل كان عندك قانون انتخابي أكثر. قانون الانتخابي الأكثر كان إذا عندك 51% من الناخبين بيصوتوا لك انت كفريق اول اخذت 100% من المقاعد. اليوم اذا عندك 51% بيصوتوا لك كفريق انت اخذ 51% من المقاعد او 55 حسب المقاعد الموجوده. فاول امر جوهري عنا اياه هو قانون النسبه. النسبيه اليوم صارت بتسمح لك اذا كنت انت جزء من فريق اقل، يعني فريق يمثل 20 او 30% من شريحه المجتمع، انك تكون موجود بقيمه هال 20 ل 30% من شريحه المجتمع. وهيدي نقله نوعيه من القانون السابق للقانون الحالي بتسمح لتمثيل واقعي للشرائح الموجوده بالمجتمع اللي عندنا. خلينا ناخذ مثل النبطيه. النبطيه اللي هي دائره رقم 11 من اصل 15 دائره انتخابيه بقانون النسبه، فيها حسب 2009 170 ألف ناخب، متوقعين هلأ حوالي 200-220 ألف ناخب يصوت من أصل 420 ألف. فأي لائحة اليوم تقدر تحصل حوالي 9.1 أو 10% من الأصوات، يعني بس 20 ألف صوت، بتطلع على البرلمان نايب من هاللائحة يمثلها. وهيدا مثل بسيط بيقدر يبرهن انه الاحباط ما بقى في له داعي يكون موجود. اليوم اذا المواطن نزل صوت، اللائحة تبعه اذا جابت 20 ألف صوت فيها توصيل نايب على البرلمان اللبناني.